حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال أعضاء في لجنة النزاهة النيابية إن حصول مصرف واحد على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يدل على الفساد. وأضاف أعضاء اللجنة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حصل البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مبيعات مزاد العملة ليحقق بها أرباحا تصل إلى أكثر من 39 مليار دينار عراقي، وهو ما اعتبره أو اعتبروه فسادا وهدرا للمال العام. كشفت مصادر صحفية عن تعاقد حكومة السودان مع شركة صغيرة لتطوير حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار، ونقل عن رئيس أو نقل عن رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق عماد بالك قوله إن شركة يوكروزم ريسيوز التي تعاقدت معها وزارة النفط شركة صغيرة ولا تستطيع التعامل مع حقل غازي ضخم، وتابع بالقول إن الشركة ليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير، مشيرا إلى أن المسؤولين في الشركة ينوون بعد الحصول على عقد الاستثمار العمل على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل. قال خبراء ماليون إن العجز والفشل في القطاع الخاص هو نتيجة التحديات الأمنية والسياسية التي أثرت على سمعة العراق الدولية، والتي بدورها تثني أصحاب الأموال عن الاستثمارات. وأضاف الخبراء أن هنالك عوامل أخرى منها نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يضعف قدرة الشركات على النمو والعمل في بيئة صالحة، فضلا عن البيروقراطية الزائدة والفساد. أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الرعاية الاجتماعية والعمل سناء الموسوي أن أعداد العمالة الأجنبية في تزايد مستمر بعد أن قدر عددهم بنحو 1.5 مليون عامل. وقالت الموسوي إن العراق يعاني من البطالة ولديه ثروة كبيرة هم الشباب، مع ذلك يستمر تدفق العمالة الأجنبية على البلاد، مضيفة أن العمالة الأجنبية تدخل البلاد بصورة غير قانونية، وهو مؤشر خطير يؤدي إلى خروج العملة الصعبة خارج العراق. أرجع خبراء بالشأن الاقتصادي الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في العراق وبالأخص في بغداد إلى أسباب تتعلق بالسياسات الحكومية والبنك المركزي. وأضاف الخبراء أن لجوء الحكومة والبنك المركزي إلى طباعة الدينار وبقيمة 45 تريليونا يمثل سببا رئيسا لارتفاع أسعار العقارات، حيث تم توجيه تلك الكتلة النقدية إلى سوق العقارات مما ولد ارتفاعا كبيرا في غضون 6 سنتين فقط. وتشير دراسات عديدة إلى أن أسعار العقارات في بغداد ارتفعت بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث الماضية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.